حظوظنا وابراجنا وتوقعات الفلك دائما مع مدام نجله قباني. صباح الخير يا مدام. صباح الخيرات والليرات الشات. صباحكم صباح الخيرات. صباح الخيرات للجميع، ضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين وايامكم سعيده. اليوم 9 كانون الاول، يعني 9/12. تمنياتي للجميع بالخير. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، المشتري الى جانب الزهره اثنينهم في برج الجدي، عطارد الى جانب المريخ اثنينهم في برج العقرب. يعني هاي الخريطه الفلكيه لسه بتعني انه مواليد برج الاسد، مواليد برج الثور، ومواليد برج الدلو لازم ينتبهوا شوي على امورهم الصحيه. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم ايجابي بالحوار، لكني ادعو لمراجعه حساباته الماليه. بالغالب عم يقبض، عم يدفع، عم بيرتب، عم بينظم، وعنده صرف مفاجئ او تفريط مفاجئ كعادته على كل ما بكون في شيء اختلف فيه، بس يقبض يعني بيحتار وين بده يصرفهم او وين بده يحطهم. على كل الاحوال انا بقول هاي الايام في طوارئ لم تكن حاسب لحساب، لذلك بدك تنتبه انه يعني مو ضروري انا كل شيء يجيني اصرفه، يعني مو ضروري الحياه. يوم للتغييرات بامتياز لعزيز ده مولود برج الثور، بفئته وبنومته وبعلاقاته وبتواصله، فاين بكير عنده نوع من انواع النشاط، حتى يعني اليوم اميل لانه يغير شيء ببيته، يغير شراشف، كفرليات، ينزل حرامات، يمد سجاد، اكيد مديناهم بالنتيجه، بس يعني قصدي في شيء من التغييرات اليوم او حتى اختلافات صغيره بالراي مع الاخرين. على كل انت سعيد بالمجمل، دعوات او تجمعات او اليوم عم بتحاول تقرب من الناس اللي بتحبهم. الجوزاء هو اللي متعب او مانو كثير باريح حالته، ما بعرف الامور اللي علاقه بانه عدم امانه يمكن عم يكتشفها، او حدا عم بيكذب عليه، او حدا عم بيخوض معه معارك، بس هي المعارك من ورا لورا، يعني مو هيك وش لوش، فكانه عم يكتشف شيء من هذا القبيل، نحن بنسميها نوع من انواع المؤامرات او الثرثره او القيل او القال. على كل الاحوال انا ما بعتبر الامور سيئه، لكن مع ذلك تحتاج منك لشويه هدوء، كمان اصلا هو حد عصبي عم بيحاول يوفق مولود برج السرطان بين عمله وبين اموره الاجتماعيه، واليوم انا بعتبره اجتماعي بامتياز، يا نازل على سوق، يا داخل على مؤسسه حكوميه، يعني عم تشوف ناس كتار، يا مسافر اذا وضعك يسمح، يا اما عم تستقبل ضيوف من سفر، يا عم تستقبل ضيوف في بيتك زيارات، يعني اليوم الامور الاجتماعيه هي الايجابيه وجيده. عزيزنا مولود برج الاسد، اتمنى انه انت تنهي الاحباط اليوم، يوم مكسل، ضيق خلقه، عنده قصص يمكن حدا عم يحبطه، حدا عم بيجيب له خبر مو كثير مريح، يمكن محتاج انه يدخل حوارات هادئه، لانه اليوم اعتماده على الاخرين ما نوب محله، يعني اليوم ما قادر انك تعتمد على الاخرين ابدا، بالعكس لو اعتمدت على الاخرين حتشعر انه اعتمادك ما كثير بمحله. وعلى كل خذ مني نصيحه اليوم مولود برج الاسد، ما تدخل بنقاشات ما تطلع منها بالنتائج، اجلها لبكره. العذراء اليوم اموره جيده عموما، على الاقل الاوساط حوله مشجعة ومؤيدة وداعمة، يعني اليوم ما في صعوبات أو عراقيل، قادر تحكي تناقش، عم توضع يمكن دعامات حتى بأمورك العملية، عم تلتقى بناس جدد يمكن، أو في عندك عروض إيجابية، أو عم تقدر ترتب أمورك. يعني هلأ الأربع كواكب يعتبروا اللي نحنا عم نذكره اللي هن عطارد، المريخ، إلى جانب المشتري، إلى جانب الزهرة، الأربعة بأماكن جيدة وبلشت أمورك تتحسن. حوارات يمكن او عروض لمولود برج الميزان اليوم ممكن تحل فيه اغلب مشاكلك، مو اليوم بكره بعد بكره، هالاربع ايام فعليا عم تعيد النظر بامورك وعم تقدر ترتب امورك مثل ما بدك. ما بعرف اذا اناس جدد او عقود او ترقيه او قصص مهنيه ممكن تكون ايجابيه، بس انا بعتبر هالاربع ايام مختلفين عن الشهر، لانه هو هي الفترات للحلول. انا مبسوط مولود برج العقرب، صار له كم يوم مانو كثير مرتاح. هلا ما بعرف في شيء ما عم يزبط على مرائه الحقيقه، او مانو باريح حالاته، مع انه محبوب بهي الفترات ومرغوب وحواليه ناس ايجابيين وداعمين، بس اليوم بالذات يعني هو اليوم ومبارح في نوع من انواع الاحراج، او شغله تاملتها او تلقيت عنا صد مثلا او برود، او قصص لها علاقه بالاهمال مثلا، ما بعرف. انا ما بتمنى ترتكب اخطاء، وقعد مع حالك او اقعد مع ناس انت بتثق فيهم إذا كان حسيت إنه الأمور في بعض الأخطاء أنت عم ترتكبها، وكلياتنا بشر نرتكب الأخطاء، حاول إنك يعني تصححها. عزيز ده مولود برج القوس، اليوم 100 ألف قصة شاغلته،
حاول انك توفي بمسؤولياتك لانه يوم فيه شغل كتير، فيه قصص العلاقه يمكن بسهر بزيارات بشغل بقصص العلاقه باهداف ما عم تصلها. هلا نازل في نقفقفه اليوم مولود برج القوس، في شيء صحي بسيط لإله اللي من حوله، هاي الامراض الموسميه المعتاده يعني كلياتنا اللي ما قرب لسه جاي وقت بده يقرب او يمرض فيه، فيعني بقى يمكن هاي الامراض الموسميه انا بقصد المعتاده. على كل خد مني نصيحه مولود برج القوس، حدد الضروريات واعملها. عزيزنا الجدي لا اليوم الامور بالنسبه له جيده، خاصه بحوار بنقاش بكلام، اليوم يوم للاجتماعات بامتياز لتنشط تكون نشيط مع الناس اللي حواليك، لتأثر يمكن على محيطك، لتزرع والحصاد آتي بالأيام اللي جاي. إذا عندك وجهة نظر فاليوم قادر أنك تفرضها على الآخرين أو تقنع من حولك بوجهة نظرك. عزيزنا مولود برج الدلو ما أنا كتير مرتاح، وصل لك كم يوم الحياة ما أنا كتير مرتاح، ما بعرف صدامات مع الناس اللي حواليك أو نوع من أنواع تشوش الآراء، أو في حدا عم يتهمك انه عم تتجاوز الاعراف مثلا تقاليد، مثلا عم تشتغل قصة على كيفك مثلا. هو مولود برج الدلو دائما له هي العاده، متمرد الابراج دائما انا بسميه، لانه بالعموم الدلو لا يقنع لا بنصائح الناس اللي حواليه ولا بنصائح المجتمع، دائما عنده يعني معتقدات خاصه فيه هو بيشوفها صح وبيمشي عليها. على كل لازم تنتبه صحيا. الأمور جيدة لمولود برج الحوت، ما بعرف إذا قاعد مع عائلة مع أهل، يعني عم تنسى مضايقاتك، أنت تشعر بالاطمئنان عموماً، والأمور بالنسبة لك عموماً جيدة وإيجابية، والسنة بالنسبة لك أصلاً مهمة يعني بالمتبقي منها، طبعاً السنة القادمة أفضل بمئة مرة على كل الأحوال. خليني عايد مولود اليوم لمولود تسعة وأتمنى له السعادة، شخص بحب البزخ على حاله وعلى من يحيط فيه، كل شيء بيحبه على ملابسه على مظهره الخارجي على أصدقائه، بيحب يكونوا رفقاته أقل منه، أنا بعتبره هذا عيب بشخصيته. على كل الأحوال شديد الطموح، حدا كتير صريح وساخر الحقيقة، ويمكن هذا اللي بيخسره فرص أحياناً، بيخوف الناس من كتر ما هو صريح ومن كتر ما هو ساخر. عموماً مرح أصدقائه كتر بالمجمل، كريم على من حوله، كائن بحب المرح والضحك والجلسات الظريفة والسفر، هو من النوع العملي على كلين، وبيعرف يجيب مصاري، سريع ومتهور، وأحكامه خاصة بأحكامه على الآخرين متسرع بهي القصة. السنة لقاله سنة لمشاريع جديدة، أو مثل اللي عم يدخل دنيا جديدة، طبعا أنا ما عم بقصد أبدا بس هذا الشهر الماضي، عندك لسه شهرين ثلاثة حلوات، أفق جديدة، زيادة بالراتب، أمور مهنية ممكن تكون إيجابية. هلأ أنا بعتبر على كل سنة مهمة اللي جاي فيها تغييرات إيجابية، وخاصة على المستوى العائلي والعملي. إن شاء الله الأيام سعيدة للجميع.